أبو بكر، بغيت نسولك الظروف اللي جابتك للمغرب، كيفاش تجيتي للمغرب؟ وقتي مارت كاع شنو تنقول، راه تنعجبو المغرب، راه المغرب هو البلاد الثانية ديال السنغال، درت شي معروفة معروف في التاريخ بامتداد ديال نعم فيهم في التاريخ، وعاوتاني خوتنا في الدم معلوم وفي الإسلام، معلوم أكيد. درتي علاش جيتي هنا في المغرب أختي؟ انت جيتي ابو بكر للمغرب ماشي بحال بزاف ديال الاخوان ديالنا الافارقه اللي كيجيو للمغرب غير باش يدوزوا لاوروبا، انت جيتي الهدف هو المغرب، تستقر في المغرب. لا انا جيت غير على ودك خدمه، غير تنخلب على خدمه. على خدمه؟ لا، البيع والشراء ديال عيني، التجاره اللي كنا هنايا راه مخير وفي البركه الحمد لله. انت دخلتي المغرب في 2006. 2006 واخا عاود لي عافاك ابو بكر، في 2006 كيفاش سكنتي؟ كيفاش اندمجتي مع المغاربه؟ كيفاش صوبتي وريقاتك؟ عاودي القصه ديالك. صعيبه في الاول، صعيبه. ايوا هذا الشيء نورمال، فهمتي؟ صعيبه صعيبه في الاول، ولكن كتعرف امور ديال المغرب، ناس مزيانين طيبين، فهمتي؟ وثاني هما وثاني تيعجبوا السنغاليين بزاف، تيعجبوا السنغالي، تيعاونهم. ايوا الحمد لله وشكر لله بصراحه، دابا كل شيء لاباس الحمد لله. في 2006 دخلتي المغرب مباشره، بديتي كتبيع وتشري؟ لا، في الاول تنديروا سيرفور في واحد ريستورون في المدينه. فين؟ في الرباط؟ في الرباط. في الرباط دوسي واحد عام ونص تم في هذا الريستورون، ومن بعد بدلت خدمه حال اللي عرفنا البيع والشراء. راه التجاره في الخير والحمد لله. من 2006 ل 2010. 2010 ربع سنين اللي جلستي في المغرب. جوجتي؟ جوجتي شتي في البلاد دوسي شي شهرين تم. جبتي واحد بنتي خالتي من العائله، جبت معها انايا. ما كانش مشكل انها تجي معك المغرب؟ هانيا ما كاين حتى مشكل، عجبها الحال جيت تعيش معك في المغرب. الحمد لله كل شيء الحمد لله، ما كاين حتى مشكل. راه دابا هي ولفتها، راه دابا كل شيء لاباس الحمد لله. ولكن ملي كنتي ابو بكر، ملي كنتي بوحدك ماشي مشكل، ولكن ملي ولات معك الزوجه يعني ولات ظروف وحده اخرى، خصك دار، خصك تسكن، خصك ولا عندك الماء، ولا عندك الضوء، ولا بزاف ديال الحاجات. عاود لي على هاد الشيء. راه اختي اش كتقول لك؟ شنو تنقول؟ راه حالي تيقولنا الرزاق الله، الرزاق الله صح. انا تنوض بكري من 8 في الصباح حتى 10 ديال الليل، نهار حتى نهار الاثنين حتى الحد، وديما ما عنديش راحه، ديما تنخدم وتنصور الحمد لله. مره تنربح واحد 6000 ريال في النهار، 5000، مرة تيطلب حتى 10000 ريال في النهار. تبارك الله، الخير والبركة الحمد لله. الحمد لله على كل حال. دابا انا في المدينة الكزا، فهمتي، تنعيش تم انا مع مراتي وبنتي الصحيرة، وعندي عاوتاني خويا هنايا. إذا أنت بنيتك دابا في المغرب؟ عندي بنتي في المغرب، وجبت خويا هنايا وتا هو تيسكن معنا. بمعنى كل ما كانش عاجبك المغرب وما عاجبكش الظروف، ما تجيبش مراتك وتولد هنا وتجيب خويا. أختي راه تنحضر بصراحة، أحسن بلد في العالم هو المغرب. إيوا سيدي تبارك الله. هي هنايا راه أحسن بلد في العالم. وإلا ما كنتيش تبقى فيه. لا، كون مشيتي لبلاد وحدة أخرى وترجع للسنغال. سيدي لكن تنعجبو هنايا، الله يعلم. كاين الخير وفي الانتساء، الناس مزيانين، هادشي هو المهم. وخا الدارجة باش كتهضر معايا، كيفاش تعلمتيها؟ بسهولة؟ هنايا في الزنقة. في الزنقة. البشر هما اللي تيعلمني شوية شوية، مرة تنصور شنو هادشي، هما اللي تي. ولكن أكيد لقيتي الصعوبات في الأولى أبو بكر. راه صعيبة، صعيبة. شوية الدارجة ديالنا صعيبة في الأول. صعيبة شوية. دابا غير باقي مازال تنديباني بغير شوية. لا لا تبارك الله، تتهضر إن شاء الله. وثاني حسك علمني، حسك علمها وثاني باش تنولي أحسن من. نعم، واخا أبو بكر مازال نكمل معك القصة ديالك، تنشكرك بزاف على الشيء اللي عاودتي ليا. أبو بكر نكمل معك القصة ديالك وحياتك في المغرب المدة ديال 8 سنين. عاود ليا كيفاش درتي بلاصتك وسط المغاربة، زعما شنو هي الحوايج الخصوصية اللي فيك واللي عندك باش قدرتي أنك في 8 سنين الحمد لله التجارة ديالك تكون موفقة، تستقر، تجوج، دير بنيتك. عاود ليا على كيفاش درتي بلايصتك وسط المجتمع المغربي. وراه بحال اللي قلتيك يا أختي في القبيلة، راه ماشي صعيبة. زوينه قبيله عندك. راه ماشي صعيبة، ماشي صعيبة. ماشي صعيب. ماشي صعيبة. إيوا. راه خصك تفهموا المال الناس، ودير الاحترام مع البشر وكل شيء. خدم، و
البلاصه ما عرفت كاع غير لا لا ولا دير دات الشيء فهمتي انا غير تندير شغل يعني هات النوض بكري ولكن كاين معقول كاين هذا هو الاول ماشي غير انت قلتي قبيله واحد الفكره مهمه ابو بكر قلتي كتنوض من 8 الصباح حتى 10 ديال الليل يعني انت كتخدم كدمر كضرب تماره ماشي غاكاس وكيجيوك الفلوس لا لا تنوض بكري تنخدم حتى 10 ديال الليل ديما فهمتي احترام الناس ولا معقول شي كتربيع خبز ديالك اختي واخا انت كتحترم الناس المغاربه كيحترموك وفيهم طوب والحجر طوب وحجر نهضروا على الطوب ونهضروا على الحجر حيت كنهضروا على هذا المشكل ديال العنصريه كنهضروا المشكل العنصريه ديال اللون واش هذا الشيء كتعاني منه داخل المجتمع المغربي ولا المغاربه زعما حريصين انه ما كاينش هذا الشيء عندنا في المغرب نكونوا زعما واقعيين ونهضروا بكل صراحه شنو كتعاني منه في المجتمع المغربي اختي اش كتقول راه حجر وطوب قلتي الناس حجر وطوب يعني كاين الناس يعني اللي كيتعاملوا مع الناس مزيان اللي كيعاونوا مزيان وكاين الناس اللي ماشي قايبين ولا شي حاجه هما ما يعرف كاع ولا ما يعرفش اش كاين ولا باش تيعاونك مره كتشوف واحد السيد اللي تيقول ولا واحد السيده شرف الا حسك شي حاجه مرحبا دوز عندي قول لي المشكل ديالك ايش عندك الا عندك اي حاجه مرحبا كاين الناس اللي تيقول لك شي كاين الناس كيقول لك اجي الا كان شي مشكل عندك مرحبا مزيان فهمتي ومازال الناس تيعاونهم الافريقيين البراني تيعاونهم ولكن الاخرين ما عرفت علاش ايوا بحالاش عاود لي ابو بكر مثلا مواقف اللي وقعت لك مع الناس اللي فعلا قلتي خرجتي بهذه الفكره ديال المغاربه ولا الناس حجر وطوب زعما هذه المثله ما عندي ما نسالك عليها بارك الله فيك راه اختي حال اللي قلتك في الاول كاين الناس مزيان وكاين الناس اللي تي الناس صعيبين على عقل ديالهم صعيبه ما كيتقبلوش الاخر لا ماشي على مشكل ديال اللون ولا العنصرين لا ماشي ما كاينش هادشي الحمد لله غير هما لا صعيبين مع راسهم واقيلا مع ولادهم مع كلشي براسهم ولكن الناس مزيان ما عندهمش المشكل حيت انت سنغالي ولا افريقي لا 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 الفرق ما كايناش ما كاينش الفرق مزيان ومثلا راه اللون ديال السنغالي يكحل اصلا ديالو الكحل راه شحال من كحل اللي كاين هنا في المحرب معلوم يسير في الرشيد دابا حنا كلشي زهر تارودا تيزنيت بيكرا معلوم هو دورتي في المحرب كامله ايه الحمد لله تنعرف المحرب مزيان ايه راه ما فيش فرقه في اللون ولا شي حاجه اذا المشكل ديال اللون ما مطروحش لا لا ماشي اللي صعيب صعيب مع راسو مع راسو نعم الشيء اللي كاين لكن الاخرين كاين الناس اللي تيموت مزيان تيعاون موت مزيان ناس مزيان زوين تيديروا ميت في السابيل دابا انت تعلمتي الدارجه وتعلمتي حتى ديك التحراميات اللي في الدارجه ياك موت مزيان هذه راه تيقولوا غير تعلمتي الدارجه بكل شيء ديالها لا ما كامل غير مقلتها فهمتي حجر وطوب مقلتها فهمتي غير قول لي شنو هما المثلات اللي كتعرف في الدارجه اللي كتخدمهم مع في البيع والشراء مع الناس حيت دابا الاحتكاك يوميا مع الناس هو اللي تيعطيك هذه المهاره في التواصل هذا الشيء اللي كاين الشيء اللي يعني كون ما كنتيش كتبيع وتشري بحال دابا مثلا عبد القادر ماشي بيع وشرى صعوبه باش يتعلم خصو شحال الوقت باش يتعلم الدارجه باقي في العربيه الشيء اللي كاين انت راه اش كتقول لعيالات تنهدر مرحبا اختي شنو خصك صايب معنا صايب معنا كتشاطر فهمتي شحال فهمتي تنعاونك تندير مزيان باللي تنقص لك شي شويه ومرحبا فهمتي إيه وكتهلا فيهم باش كتربي خبز ديالك بخير هادشي اللي كاين اذا هادشي اللي كيديروا اي واحد كيبيع ويشري كديروا انت هادشي اللي كاين خصك احترام الكليان هادشي هو الاول وثاني كتحضر زوين ومن بعد كتربح خبز ديالك اختي انت كتجيب ابو بكر كتجيب الحوايج التقليديه من السنغال للمغرب توب ديال السنغال للمغرب كتجيب القنادر وتجيب قول لي شنو هي البيعه والشراء ندير لك شويه الاشهار باش الناس يجيو يشريو منك مرحبا شنو كتبيع وتشري مرحبا باش نجيو نتغداو من عندك مرحبا تنجيب الجيم هذا التوب معروفه راه الجيم الناس تيديروا مجلاب فوقيه قندوره حاجه صيفيه مزيان في الصيف حالا راه واحد التوب قاصحه في الاول عرفتو قاصحه كتفزقي في الماء نص ساعتي ولا رطب كتصوب على خاطرك اما جلاب قندوره ولا فوقيه
وثاني تنجيب حقيق ديال السنغال فهمتي تابلوات فهمتي اي حاجه. عندك الحانوت ديالك؟ لا ما عنديش. ولا غير تتفرج؟ كنفرج في الزنقه. كتفرج في الزنقه ولكن عاوتاني كدير التجاره من هنا ومن هنا كتمشي عاوتاني تقدا في الفاس. اها عاودي علاش؟ الفاس تنشريهم بالها بالجمله الطربوش الجلاب وتنسيفطهم في البلاد عاوتاني تما عندي المحل تم في السنغال. كيتمشى اللباس التقليدي المغربي في السنغال؟ وتيدوز اختي ما شاء الله كيطير والله لازم مزيان. بنيتك شحال في عمرها دابا؟ راه دابا عندها عام ونص. عام ونص. واش كتفكر مثلا هي غتقرا هنايا كتوجد لها شي حاجه؟ واش حتى مراتك وبنيتك تاهما تدمجوا مع المغاربه بحالك ولا انت حيت البيع والشراء هو اللي عطاك هذه الفرصه هما مازال معزولين ولا عاود لي عليهم هما؟ لا ان شاء الله ان شاء الله تعالى هي مازال صحيره فهمتي دابا تنديروا غير لاكارد ديال الدراري الصحيره. كتمشي بعد الحضانه مزيان العشيه تندوز تم تنجي معنا الدار راه مراتي حتى هي كاينه هنايا تعاون معنا. عندها شي جارات مراتك؟ لا تي خدامه انا. خدامه؟ خدامه مزيان تي ايوا مزيان تنخلي لها صوب كل شيء هذا الشيء اللي كاين مزيان اللي يجيب الله مزيان. انا مازال هنا في المحرب ان شاء الله. نعم ايوا الله يسهل عليك وان شاء الله مسيره موفقه في المغرب والمغاربه دابا راه شافوك الناس اللي معك في السوق. ياك انت في السوق؟ انا في السوق باب جديد راه انا معروف 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 غير قول بوبكر وزيد بوبكر تيعرف بوبكر كلشي تيعرف. تبارك الله عليك السي بوبكر الله يسهل عليك ويوفقك انت السيده ديالك وبنيتك ومرحبا بك هذه بلادك الثانيه. كمل